في ناس بتيجي تسأل، هو بعد ما صدر حكم من محكمة النقض هل يجوز تقديم طعن مرة أخرى؟ قانون الإجراءات الجنائية أجاب وقال آه، لكن حدد 5 حالات على سبيل الحصر. إيه هما ال5 حالات؟ أول حالة إذا صدر حكم على متهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى حيًا. الحالة التانية إذا صدر حكم على شخص من أجل وقع ثم صدر حكم على شخص آخر على ذات الوقع وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم. عندنا حالة تالتة وإيه هي؟ إذا صدر حكم على أحد الشهود بعقوبة الشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوة وكانت الشهادة أو الورقة المزورة ليها تأثير على الحكم. عندنا حالة رابعة إيه هي؟ إذا كان الحكم الجنائي صدر على حكم صدر من محكمة مدنية أو محكمة أحوال شخصية وتم إلغاء الحكم المدني أو حكم الأحوال الشخصية. الحالة الخامسة والأخيرة إذا ظهرت وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكانت هذه الأوراق أو الوقائع لها تأثير وتفيد براءة المحكوم عليه.